بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى الدين. Vorrei ringraziare il comune e il sito del comune che cerca sempre di interessarsi delle problematiche della comunità e dare tante risposte alle questioni che sono legate alla comunità in globale. E vorrei mandare un ringraziamento al comune del fatto che questo sito gioca un grande ruolo a comunicare e servizi che possono usufruire di loro la nostra comunità. Bismillahirrahmanirrahim. في ما يخص الموتى هنا بإيطاليا، عندما تفقد يعني بعض العائلات أحد الأشخاص، تكون الإجراءات مخالفة يعني بما نعرفه وما يعني بما يتم من إجراءات داخل بلدنا، بحيث أن الإجراءات تختلف عن الإجراءات في البلد الأصل. فهنا أول من يخبر عندما يتوفى أحد المسلمين هو المسجد، والمسجد لديه علاقات يعني لديه معلومات بحيث أنه يستطيع أن يرتب الأمر من البداية إلى النهاية، من الغسل إلى الدفن. فهو يستدعي أحد الوكالات المعروفة التي تشتغل في هذه الميدان ولديها معرفة فيما يخص المسلمين، كيف تتم طقوس الغسل، كيف تتم يعني. هل هذه الوكالات يسيرها أشخاص مسلمون أم؟ هناك أشخاص مسلمون لديهم وكالات للدفن، وكذلك هناك يعني أشخاص إيطاليين لديهم وكالات للدفن. فنحن نشتغل مع الجميع. فالوكالات المعروفة هي الوكالات التي تستطيع أن تعطي ثمن مناسبا، بحيث أن هذه الكلفة للدفن أو نقل الموتى أو الدفن هنا بتورينو فهي مكلفة جدا. فنحن عندما نخبر كمسجد نقوم باستدعاء هذه الوكالة، فهي وكالة يعني حرة، ونعطيها مجموعة نعطيها جميع المعلومات حول هذا الميت، بحيث أنها تأخذ اسمه وتأخذ أوراقه وثائقه وتقوم بجميع الإجراءات. ولهذه الإجراءات أنها تأخذ يعني بعض المعلومات من المستشفى وبعض المعلومات من الوثائق من البلدية، ثم تأخذ في الأخير ورقة مصرح بها من طرف المسجد لتصريح الدفن إن كان سيدفن بمدينة تورينو. فلذلك يعني الأمر فهو حسب ما يريده الشخص الذي فقد الميت. فإن كان يريد أن يدفنه هنا بمدينة تورينو فنتدخل نحن ونعطي هذه الرخصة ونكتبها وندفع طلب المدينة البلدية مدينة تورينو، ويتم قبول هذا الطلب، وعن إثره يتم يعني الدفن. يكون دور المسجد كدور وسيط يعني عوض أن يقوم الأهل الفقيد بهذه الإجراءات الإدارية وهم في مصاب كبير، يعني يتكلف المسجد بهذا. لأن يعني القوانين لا تسمح بأن يحمل الميت بطريقة حرة، ويجب أن تكون هناك وكالة مكلفة ولها ترخيص لحمل الميت، بأن هي المسؤولة على أي أمر يقع لهذا لأجهزة الميت. فلذلك يعني حمل الميت من المستشفى أو من البيت، من المستشفى يعني يكون دائما من المستشفى إلى المكان، يعني سواء كان يعني إلى الطائرة حيث سيدفن في البلد الأصلي، أو إلى المقبرة التي هي المدينة حيث يدفن المسلمين. فالأمر الذي نقوم به نحن كمسجد، إن كان سيدفن هنا بمدينة تورينو فسنعطي هذا التصريح أو هذا الطلب، سنكتبه نحن إقامة الكتيبة ديالنا من طرف المسجد، ثم به يتم الطلب لدى بلدية مدينة تورينو، ويؤخذ يعني ويعطى الترخيص بدفن هذا الشخص يعني في مقبرة المسلمين الموجودة بميرافيوري. فعلى كل حال إذا أريد لهذا الميت أن يدفن مدينة تورينو فالإجراءات جد سهلة، بالاتصال مع هذه الوكالة الحرة، تقوم بمجموعة الوثائق، ثم المسجد يعطي طلب موجه لبلدية مدينة تورينو بحيث يسمح لنا بدفن هذا الميت، لأنه نشهد بأنه مسلم، فبالتالي تلك المقبرة لا يدفن فيها إلا المسلمون. يعني تصريح المسجد هذا الأمر يعني جد مهم إذا أراد أهل الفقير أن يتم دفن الميت بالمقبرة الإسلامية. بدون هذا الترخيص أو بدون هذا الطلب من طرف المسجد لا يمكن أن يدفن
المسلم في تلك المقبرة المخصصة لموتى المسلمين. فلذلك يعني زيادة على طلب ما يقوم به ما تقوم به الوكالة، فهناك طلب للمسجد يقوم به المسجد للسلطات المحلية هنا، ويتم إعطاء يعني فرصة للدفن في مقبرة المسلمين بمدينة تورينو. أما إن كان سيدفن يعني في البلد الأصلي فالأمر تكلف به هذه الوكالة، حسب كل بلد يتم اتصال بالسلطات المحلية بالقنصليات المعنية يعني المرتبطة بالشخص الذي توفى، إن كان مغربيا سيذهب إلى القنصلية المغربية، وإن كان صوماليا سيذهب إلى القنصلية الصومالية. فكيتمت واحد مجموعة الإجراءات، زيادة مجموعة الإجراءات داخل المستشفى، ويتم ترحيله إلى بلده الأصلي. يعني في حالة غياب أو انعدام من هوية الشخص، هوية الفقيد، يعني ما العمل؟ يعني على أي شيء يتم بناء تصريح بأنه مسلم، بأنه قد رغب في دفنه في مقبرة إسلامية أو في ترحيله إلى البلد؟ أو في هذه الحالة يكون الأمر جد صعب، بحيث إذا لم يتم تعريف هذا الميت فيمكن ان يبقى يعني شهور في ثلاجات المستشفى. فاذا لم يتدخل احد الاقرباء او يتدخل القاضي من طرف القاضي المحكمه فهو يامر بدفنه، فيصعب ان يدفن مثل هذه الاشخاص. يجب ان تكون يعني هويته معروفه حتى نستطيع ان ندفنه مقبره المسلمين او يتم ترحاله. من المسائل المهمة التي يقوم بها المسجد هو أنه يقف بجانب هذا بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا فقيدهم، ويقدم لهم التعازي، وبعض الأحيان يقيم صلاة للغائب عن أمواتهم، ويقيم يعني ويحاول أن يساعدهم في كل أمر على المستوى النفسي والجسدي والجانبي، ثم يتكلف يعني بترتيب الصلاة في المقبرة إن كان سيدفن في المقبرة الطويلة، بحيث نأمر مجموعة الإخوان نطلب منهم على أن يرافقوا الميت إلى المقبرة ونقيم صلاة الجنازة هناك بالمقبرة، ثم يتم دفنه ويتم تعزية أسرة الفقيد من طرف الجالية الإسلامية. جرت العادة أن العائلات المغربية حينما يفقدون أحد الأقرباء يتم تقديم العشاء لكل الأشخاص الذين يتقدمون بالعزاء، فهل المسجد يقدم بعض المساعدات بما أن المساكن معروف في إيطاليا أن مساكن صغيرة لا يمكن أن تتسع لعدد كبير من المعزين؟ فيعني فعلا هذا الامر يعني ليس على مستوى فقط يعني على مستوى يعني عشاء الميت كما يسمى عند المغرب، حتى على مستوى مجموعه الافراح ومجموعه العقيقات الابناء الذين يزدادون، فالمسجد يحاول ان يقدم بعض الخدمات بحيث انه يضع يعني يرتب مع بعض الاخوان الذين عندهم يعني امر هذه الامور، يرتب سواء عشاء او فرحا أو نشاطا معينا من أجل أن يساهم كل جالية في داخل المسجد بهذا النشاط.